القتال متواصل في سوريا بدون انقطاع، ومنذ بدء المفاوضات في جنيف قبل 7 أيام قتل 1900 شخص بينهم مئات المدنيين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتظهر هذه الصور هجمات للقوات النظامية على بلدة يسيطر عليها الثوار في ريف دمشق، وذلك بعد قيام منظمات إغاثة بتوزيع معونات غذائية هناك. وفي ختام الجولة الأولى من مؤتمر جنيف 2، أعلن الموفد الدولي الخاص لسوريا الأخضر الإبراهيمي بأن نتائج هذه الجولة جاءت متواضعة للغاية. لقد كانت بداية صعبة جدا، لكن الطرفان اعتدا على الجلسات المشتركة في غرفة واحدة، فقد بلورا مواقفهما واستمعا لبعضهما. هذا وقد كشفت الأنباء من جنيف أن الوافدين بعد وصولهما لقاعة المفاوضات أبديا نوعا من التقارب في لحظة نادرة، وذلك من خلال الوقوف لدقيقة صمت وحداد على أرواح ضحايا الحرب الأهلية في البلاد. وعلى الأقل تمكن الطرفان من التوافق على موعد جديد لجولة مفاوضات حسب الإبراهيمي، الذي أعلن أن الطرفان سيواصلان المفاوضات في 10 فبراير المقبل بعد أن يقوم الوفد الحكومي بمشاورات في دمشق. أقرر لكم